عايز اقول لحضراتكم ان في خبرين بس مهمين اقولهم لحضراتكم قبل ما نتكلم عن جرافيك المباراه. كابتن خطيب بيطير الى فرنسا لاجراء بعض الفحوصات الطبيه الجديده. يغادر الى فرنسا خلال الايام القليله القادمه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لاجراء بعض الفحوصات الطبيه والاشاعات هناك للاطمئنان على حالته الصحيه. جاء ذلك بعدما عاودت الام الظهر كابتن محمود في اوقات مختلفه اثناء ممارسه عمله في الاسابيع السابقه. اجرى رئيس النادي الاهلي اتصالا بكل من الطبيب الالماني الذي اجرى له الجراحه قبل الشهور وكذلك الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانيه بعد خضوع رئيس النادي الاهلي لاحدث اجهزه الاشعه العالميه واكد على حاجته الى تاهيل الى برنامج تاهيلي خاص نفذه كابتن محمود لمده اسبوعين باحدى المراكز الطبيه الكبرى هناك. ايضا قام رئيس النادي الاهلي بزياره الاستاذ الدكتور ياسر المليجي والذي يتابع حالته منذ فتره طويله وعرض عليه الامر كاملا وجاء رايه ايضا بضروره استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي خاصه ان هناك تحسن نسبي بعدما التزم ببرنامجه العلاجي لذا استقر كابتن محمود علي السفر الي باريس ووفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الايام القادمه كل دعواتنا القلبيه بشفاء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي